السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، مرحبا بكم عندنا في سوق بن ديبان، وهذا مشتل عبد الجليل. عندنا هنا بعض الأشجار المثمرة والغير المثمرة. نعم، الأشجار المثمرة، أشجار المثمرة عندنا الرمان، عندنا هذا الخوخ، عندنا تشيريمويا، عندنا القرقع، هذا القرقع. نعم، كاين غنوريك المثمره دابا، كاين عندنا التفاح، كاين اللينغاس، كاين لابوكا، كاين لابوكا، كاين الفلفل السودانيه، كاين الانواع السودانيه هذه، كاين الشهديه، كاين الداليا، كاين الشجر، والاثمنه، الاثمنه الثمن مناسب، ثمن الشجره اللي غاليه مره، هذه بحال هذيك بعتها 80 درهم الاخريه بحال هذا، الشجر صار 20 درهم 15 درهم 10 درهم، فهمت؟ هذا دابا التفاح اللينغاس وعويات عندك ديك هذاك 15 درهم، ما بين 15 درهم 20 درهم. لا انا كنشري بحال هكا، كنزرع بحال هذا، انا كنزرع بحال هذا السوداني، هذه والحبق بحال هذا، المسائل هذه الصغيره. واللي مشهوره بزاف اللي كنبيعوا بزاف هي انايا، كنبيعوا ديك كروتون ديال الدار، وكنبيعوا حتى السودانيه كتمشى، والاشجار كامل كل واحد شنو كيبغي، لان اي حاجه كتمشى عندها مواليها، فهمت؟ كل حاجه عندها مواليها، وخصك اي حاجه تكون عندك في السوق، فهمت؟ اللي كيطلب شي حاجه كنجيبوها له، فهمت؟ لان عندي الضيق، ما كاينش فين نعملوا هادشي هذا، فهمت؟ واش هذا الربيع هذا؟ هذا المشتل هذا يلاه عام وشي حاجه، بدينا غير فحال اذا كنعمل شي حاجه هذا، سبحان الله بقى شويه الناس كيطلبوا شويه، بقينا كنجيبوه، فهمت؟ ديسي هشام هذا والسلام. دابا حنا بحال هذه، هذا بحال السودانيه بحال هذه كنزرع على راسي، فهمتي؟ هذيك اش كيقولوا لها، هذيك الشهديه هذيك 20 درهم. كاين مسائل اخرى يعني غير المثمره، كاين عندنا موجود، فهمتي؟ الا بغيت نوريهم لك عاو كاينين. غير المثمره نقول لك بحال هذا، بحال ازير، كاين ازير، كاين هذا الربيع بحال هذا، كاين هذا الشجر بحال هذا كيكبر، السميه ديالو تنسات لي هذا. كاين هذا الهندي، النوع الهندي هذه كتاقلم مع الجو، هذه في الشمس كيكون عندها الشو، ولكن في الظل ما كنعملش الشو، كنحيد الشو. عندنا المبرة، عندنا اش كيقولوا، عندنا المبرة، عندنا هذا بيسكوس، هذا كيعمل له ورد حمار ابيض في بيسكوس. عندنا لويزا، عندنا الياسمين، عندنا عطيرشة، عندنا معيشة، عندنا بزاف، كاين الدفلة، كاين جلد النمر، كاين انواع الهندي بحال هذا، كاين الحبق، الانواع الحبق، كاين الحبق، كاين هذا كروتون، نوع الكرو كيعيش في الظل هذا، وكيتاقلم مع الظل، هذا كيعمل الالوان، كيتلون، هذا العرعر البلدي، هذه الشيبه، هذا الحلحل، يعني خزامه، هذه اركاريا كطوال، وهذا كروتون كيعيش في الظل، هذا الياسمين كيعمل واحد النواره، كيعمل ريحه مزيونه، هذا الياسمين كنصح فيه الناس يعملوا في الديار ديالهم، الياسمين ومسكن الليل وكذا كامل مزيان كيعمل ريحه، فهمت؟ هذا النوع الكروتون، هذه الميكا كبيره 30 درهم، بحال هذا كبيره 30 درهم، والصغارين بحال هذوما 20 درهم، يعني على حساب الميكا، ميكا صغيره 20 درهم، والميكا كبيره بحال هذا 30 درهم، طلبت شويه، كاين هذا عليه الطلب، مزيون، هذا كيعيش داخل الدار في الظل هذا، فهمت؟ هذا داخل، هذا خصو غير الضو. يعني في الدروج في وسط الدار في المحل، ولكن الشمس كيعيش نص، ما كيبغيش يلمى بزاف السقا بزاف، يعني كيبقاو يطيحوا له الوراق.